السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله الخوت، بخير عليكم، كل شيء مزيان، احوال ما كاين ما يشوش، نتمنى القاكم في صحة جيدة. ومعكم اخوكم في الله الفرات الجامع، او لا الفرات الجمال المولوع الحمق بالحمام 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 ما علينا. بغينا نوريكم واحد اللوفطه الخوت، كيف كتلاحظوا واحد اللوفطه معروف هنا في مدينه سالا، اللي غادي يعرفوا راه غادي يعرفوا. وبالنسبه لهاد مول هاد اللوفط، يعني واحد الانسان متواضع واخا هو ما غاديش يبغي الهضره. هذه القضيه في الطاقيه الخوت. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. اكيد ياك السي كريم، بخير عليك، مبروك عليك بعدا، مبروك عليك طنطان. وماشي هذه اول مره باش يعني كيكون هاد ديكلاراسيون بحال هكا زويون. بعدا انا بعدا اللي شهدت لي انا اللي كنت بعدا واحد الجمرات الراس في اتحاد عصبه الغرب على ما كنظن، ياك سنتين يمكن في عصبه الغرب يمكن متتاليه. الخوت كنقدم لكم بعدا البطل الكبير، ونقول الكبير حيت البطل راه كيكون بطل اول حاجه بالاخلاق ديالو، حيت الحمام هذاك غير حاجه نحيدوا الحمام وكنشوفوا الشخص، حيت الا كان الشخص مزيان راه كيعطي حمام مزيان وتيكون كلشي عنده مزيان ان شاء الله. وكنقدم لكم هذا هو البطل كريم بوشعره، اللي داخلين باخوان بوشعره، ومبروك عليهم الديكلاراسيون البارح. راه الديكلاراسيون واحد الديكلاراسيون زويونه، راه دخل جوج حميمات في نهارو المطلق اللي دار اتحاد السلاوي ديال مطلق ديال طنطان. خويا كريم قول لنا الحميمه اللي ديكلاريتي بها. هاي الحميمه خي اللهم بارك تبارك الله، دي اول حمامه ذكر ياك. الحمامه الاولى في جمعيه ابي القراق، جمعيه ابي القراق الخاتم ديالها 80 877 2019 تبارك الله اللهم بارك. ها ترمينال الحمد الاولى 80 877 تبارك الله اللهم بارك. الورقه ديال لونجمون كيف كتلاحظوا الخوت، ما هذه ماشي اول مره كيف انا راه شهدت عليه بعدا دو فوا كيضرب الراس في عصبه الغرب. ها هي 80 هي هذيك اللهم بارك. هذه الحمامه الاولى، الحمامه الاولى شحال الحمامه دخلتي في نهار؟ جوج حمامات. بالنسبه للحمامه الثانيه هي يا خويا جمال تبارك الله اللهم بارك 80 874 تبارك الله. راه خوت هذا من الستاجين، خوت نفس الطاجين ونفس الذكر ونفس الانثى تبارك الله، يعني ام واحد واب واحد. ام واحد وكتكون القضيه كتكون شويه اجيبها فاطمه الزهراء عجبتني. 80 874 اللهم بارك. خلي ما تلقاوش ما تلقاوش ذوك الحميمات. شوف الورقه تماك، الورقه مبروك عليك اخي. 80 شحال 76 870 هي هذيك هي تماما تماما. هذا افضل من الله عز وجل، والحمد لله هادشي ما كيجيش من فراغ، الانسان خصو يخدم وقابل الحميمات ديالو ويتهلا فيهم وربي ما يخيبوش. عندي حمامات بحال هذوك توصل المسافه ديال الحمامه دار تيخرج ضروري انا الخوت الحميمات. ها الحميمات اللي داخلين، ومبروك بعدا الابطال كاع اللي ديك راه في مدينه سالا. باش ما يتقلق علينا حد يقول لك حقوا الواد عاد عاد جلول، راه ما كاين لا عاد عاد جلول راه الشاكوش محلول. ها مبروك على الاخوان، حنا هذا السيد كبر بينا كيف كنقولوا دائما وابدا، اللي كيكبر بينا بحال ديك اللعبه ديال بنادم ما مسوقش كتسوق ليه عليا الخوت شبيش، اللي كيكبر بينا كنكبروا به. سالات الحفله احو برد، حنا كنجيو كنشطوا مع القناه راه غاده تمشي تديكلاري بنادم ولا تمشي عنده ولا بلا ما تمشي عنده، غاده مع الخوت والحباب. هادشي اللي كاين، هادي هي الحمامه الاولى الذكر الاول الخوت هو هذا، كيف كتلاحظوا كيما انا بيا تما هذا الذكر الاول تبارك الله. وواحد القضيه اللي بغيت نشير لها الخوت،
اللهم بارك في 2019. تبارك الله تبارك الله. اي كيف قالوا حنا نحيدوا ديك الهضره ديال السوق وديك الهضره ديال واحد كيطبال وحنا ما كنهضروش على داك الشيء. بالنسبه للاخ بوشعره تنعرفوا والله العظيم راه الله كنحلف بيه الله جينا من الجامع وانت التقليد الا كذبت عليكم الا كنت كنقولها ولا واقع لحد الساعه كنقول اعز مولوع عندي هو هذا الشخص والله العظيم ما نكذب عليكم راه ربي كيجهد عليا. علاش؟ لان هذا الشخص هذا اول حاجه اش نقول لكم قلبو بيض. خلينا من داك الخبار في راسكم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. راه هذوك الناس خليهم هذوك بوحدهم ديرهم بين قوسين خليهم بوحدهم لان هذا الشخص هذا اصلا القلب ديالو بيض. وكيف يعقل ان واحد القلب ديالو بيض وانا اول عام غادي نكون فيه بطل والحمد لله. يعني راه ملي كتكون بطل راك بطل راه ما يحيدك حتى شي واحد. ديكلاريتي راك ديكلاريتي صافي. اول عام كنجي عند هذا الشخص هذا خديت من عنده حمامه خديت من عنده واحد الاونته راه هو يعقل عليها 2005 سحميه تعقل على السحميه اللي خديت من عندك. خديت هذيك الاونته ونعاود لكم القصه سمحوا لي الا طولت عليكم غادي احمق. ما علينا. لقيتها مع ربعه الذكوره هذيك الحمامه ديالو عطاتني مع واحد الذكر ديال البركان ما نكذبوش على الله. والديكلاراسيون بعدا في الدومي فو وعامين متتاليين كندي البرومي ديال الدومي فو ديتها لجمعيه السلاويه وهذه ارض السلاويه ماشي الوفاق لا الاخرى نمشي الوفاق اللي بديت فيها البرومي هذه نمشي السلاويه شنو سميتها ها سلام السلاوي جمعيه السلام السلاوي ديت فيها البرومي ومشينا جربنا حطنا في السلاويه عند السياتلي ديك الساعه كان انا داك السياتلي اللي كان رئيس ديال الجمعيه ودينا عاود البرومي باش ديت البرومي بالحمام ديال هذا الشخص. وما نكذبش عليكم ولحد الساعه بنت هذيك الحمامه هي اللي باقا عندي هي اللي كنفرخ منها راه هي اللي قلنا ديك الدفيه اللي كتمشي للبحر راه جداتها هي مات السحميه ديال كريم. وفي الكتاب اللي كان مثلا ملي كتفرخ كندير باقي كريم كيتذكر عندي في الكتاب وهادشي اللي كيقول الحمد لله هذا من فضل الله راه ربي يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا وسالة الحفلة هادشي اللي كاين. وتحية لخوتنا وحبابنا كيف كنقولوا دائما في أرض الوطن وخارج أرض الوطن هادشي اللي كاين. خويا رضوان تحياتي والأخ وولدي خالد والخالد خالد تحية لكم. ومعنا واحد البطل غادي نشدوا واحد البطل تا هو راه شديناه معنا اليوم كيف كنقولوا بطل راه بطل حيت راه شحال واحد كيف قال لك هذوك كيقول لك كيطبل ولا كيبان لي بنادم كيقول له حقه ولا وادي 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 راه بطل لانه كيديكلاري وكتشوف الشخص اصلا هو كيدير. حيت ما غاديش انا نصور واحد عارفو حاقد وما كيحملش فلان وفي هادي وفي فلان وفي الهضره ولصق السلوك هذاك ما هذاك ما عندي ما ندير فيه وما نمشيش لعندو كاع وخا يعيط لي والله ما نمشي عندو. وكنصادفوا واحد البطل وراه بطل معروف بطل اخوان الغياط خويا سعيد تحيه لك. تفضل عندنا لهنا حيد بعدا من الشميشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شي كلمه خويا سعيد اخوان الغياط. اولا كنشكر القناه ديال الاخ جمال فراش. مرحبا. بصراحه طات الولاعه واحد القيمه وفي مدينه ساله كيف كتعرفوا حنا كنفتقدوا اعلاميا في مدينه ساله والحمد لله حنا خصنا نفتخروا بالاخ جمال فراش. مرحبا خويا. المجهودات اللي كيبذل في تطوير الهوايه داخل مدينه ساله وكنجدوا تهاني الاخ عبد الكريم بوشعره. بطل تبارك الله زعما الخير بوشعره بطل بامتياز لان جوج مرات الخوت هذا هو بوشعره اللي كيسمع بوشعره وكنذكرو في فيديوهات راه عندي واحد الذكر ديالو دفلي محروق واخدو من عنده. هذا هو البطل بوشعره راه جوج مرات بعدا انا اللي كنشهد ليه جوج مرات كيضرب في عصبه الغرب يعني يا رقم واحد في عصبه الغرب مطلق طانطان يعني راه ما ساهلاش يعني راه كيقول لك اسمحوا لي ندور عندكم اسمحوا لي الديكلاراسيون كاين اللي كتصدق ليه. نعطيك مثال انا المطلق الاول الحمامه اورينتاش المطلق ديال الفيتا 120 كيلومتر نقدر نقول لك انا صدقات لي ديكلاريت بجوج حمامات وتفتح هاد السلاوي واحد الرتبه مشرفه
يعني نقدر نقول غصدقات لي لان هادوك جوج حمامات ما خدموش ليا في نطاق اخرين، ضربوا غير في داك المطلق. شنو على ما قالوا لي الناس ديال داك البوان دلاشي الحمام بقى غادي خيطي بيطي خيطي بيطي، واحد اللحظه خرج فريه قال لك داك السريو تحت البحر مشى، يعني حمامي تصاب معاهم. هادشي اللي كاين. كمل اخويا سعيد وسمح لي الا قطعتك. مرحبا اخي، شي كلمه اخويا في حق الولاعه في مدينه سالا. شوف مدينه سالا انا شخصيا تجربتي المتواضعه اللي شفت في الرياضه ديال السباق ديال السجيل، مدينه سالا خصها قياده صحيحه، قياده مخرطين كاينين، ابطال موجودين، ناس كتشري الحمام، ناس كتخسر الفلوس، كتخسر وقتها، كتخسر بزاف المسائل. حنا ماشي تنحاربوا هاد الناس اللي خدامه حاليا، وانما ما كرهناش هاد الناس اللي خدامه تزاد عليها الناس عاوتاني هي عندها كفاءه في هاد الرياضه هادي وتخدم حتى هي الولاعه. فهمتي اخي جمال؟ يعني يد وحده راه ما كتصفقش حقيقه. ومدينه سالا راه يعني راه كاينه يعني راه مليئه بالابطال، راه زعما كاين ابطال 80 ولا 300 هاوي كاين في مدينه سالا، ما ساهلاش باش غتسيرها بواحد الاطار اللي فيه مثلا خمسه الناس ولا اربعه الناس، ودوك خمسه الناس ماشي كلهم تيخدموا، كتلقى واحد ولا جوج هما اللي خدامين والاخرين يلاه كيبانوا في التصاور كيف كنشوفوا في التدريب الملموسه وفي السباقات الملموسه وبزاف ديال الحوايج. ايوا انا شخصيا كهاوي متواضع في مدينه سالا كنبغي نوجه الشكر اي واحد كيبغي يطور هذه الهوايه في مدينه سالا. هذا من القلب الخالص، وانا راه الناس كيعرفوني ما عنديش مع الخوف ولا نطبل هذا ولا هذا، داك الشيء ما عندناش في الدم ديالنا نهائيا الحمد لله. وكنطلبوا من الله التيسير لهذه الرياضه هذه، نشوفوا شي حاجه كتزاد، نشوفوا برنامج احسن من برنامج ان شاء الله، ديما نشوفوا شي حاجه جديده باش الناس ما تملش. راه كاين الناس كتمل وكتحيد هذا الحمام هذا، وكاين اللي دابا دوقا فيه الشوكه ما تيقدرش يبعد من هذه الهوايه، شي يقول تيقول نعيش في العشوائيه. كاين الناس دابا اللي اقتنعش بالعشوائيه، كاين الناس انا كنعرفها اقسم بالله راسها عامر بزاف وباغي توصل لشي شي حوايج اللي على الاقل واحد 35% اون نيفو ديال النصارى، اي 35% ولا 30%، ولكن ما كتشوفش الناس ما باغاش صافي نقشانعاش وبردات. هذاك الحر ديال داك الناس اللي كتخلى تهضر على الولاعه، كاين الناس برداش وصافي كتلوح الحمامه في العشوائيه، والسباق كما داز الله يسخر، جا شي تاجيل الله يسخر، جا تاجيل الله يسخر، والناس غاده. وكنطلبوا من الله التيسير والله يسخر لجميع ابطال مدينه سالا، كنطلبوا من الله التيسير وجميع الشمل الهوايه في مدينه سالا. يا ربي امين. كنشوفوا مدينه الدار البيضاء دابا راه تجمع فيها الشمل، كنشوفوا الناس كيفاش كتحفز السباقات ديال الفيتاس والديمي فون والفور كرون فون، والاعلاميين خدامين، كلشي خدام، والمسيرين خدامين، والهاوي ناشط وكلشي ناشط، والوالدين ديال الهاوي ناشطين، والوالدين ديال المسيرين ناشطين، وكلشي باغي كيشوفوا الابتسامه ديال ديال ولدهم في ديك الرياضه. حتى هما شي نشطوا والله يسخر الجميع. اش لا ما يتقال، ولكن شوف حنا كنطلبوا التيسير للجميع. يا ربي امين. واللي ما عندوش كفاءة في التسيير يحط السيارات وينسحب. بلا ما نبقاو راه باين. ماشي ورقة ولا تصاور ولا أنا في هذا الكرسي، اللي ما عندوش كفاءة في التسيير يحط السيارات وينسحب ويدخل يولع معنا. حنا مخالطين. على ما كاين بحالو تولع معنا وخلي الناس عندها كفاءة. المصالح ولكن كنسحب المصالح. كنت شديت في مكتب الاتحاد السلاوي حاولوا ديروا الولايات. ديروا ولايه ديال عامين ولا ثلاث سنين باش ما نملوش. بصح باش راه كاع ترشح وانتخب وما كانش خدام واحد المكتب وانتخب مثلا غير بالتصوير مثلا بجمع عليا هذا جمع عليا هذا جمع عليا هذا انتخب عليا انتخب عليا، راك عارف السياسه ديال الانتخابات ماشي مشكل. ما نملوش نعطيو ديك ثلاث سنين نلعبوا فيها ولا نحبسوا فيها حنا كاع بحال الانتخابات ديال البرلمان، بحال القضيه ديال البرلمان عندهم خمس سنين ويمكن لك يمكن لك تحيد ماشي تبقى شاد حيد في خمس سنين. اييه ويلا يا جماعه ما بقاش والله يسخر. وكنشكروا الاخ جمال وكنشكروا وكنهنئوا تنشدوا التهاني للاخ البطل عبد الكريم بوشعره غني عن تحريفات السباقات هذه، والله يسخر ليه في السنوات المقبله، والله يسخر لجميع ابطال الاتحاد السلام. خوت كيف لاحظتوا هذا هو الفيديو ديالنا، كيف كنقولوا دائما كنهنئوا البطل الكبير، هذا هو البطل بوشعره كريم بوشعره اخوان بوشعره، لان انهضر كنهضروا بان الدومي فون وعندك الفون بالاخص الفون بالاخص هذا المطلق ديال طنطان انا اللي كنأكد عليه، راه كضرب وكتعاود مادام كضرب وكتعاود راه ما كايناش ديك صدقات ليه ما كايناش
مادام ضربتي وعاودتي ومبروك عليه ومبروك عليه. بغينا غنعرفوا دوك الحميمات غير الوالدين ديالهم مثلا بحال هكا شي لعيبه طفيبه اخي كريم. شنو المشكل سي جمال؟ بالنسبه لهاد السؤال هادي ديال الصحه والقوه والحمد لله هاد الشيء هذا راه ماشي جيش من فراغ، ماشي جي من واحد سنتين وثلاث سنوات باش هاد الخدمه. وبالنسبه لهاد الذكر هذا فيه ذكر فيه سؤالات تتحاذر من السلالة ديال الإخوان ديال حي السلام 95. وبالنسبة للأم ديالها فيها ذكر ديال ذكر 95. بالنسبة للذكر ذكر فيها 95 الأخ دريس المقيلدي. تحية لخويا المقيلدي. بالنسبة للأنثى فيها البطل الحالي جيرار كوبمان. كنشكر الأخ نور الدين تاهو من هذا النظام. والسولة اللي راه عليه بالنسبة للسولة اللي ديال المرحلة القوة من 2013 و2015 و2016 و2016 و2018. والحمد لله السولة هذه راه ديما كتعطي القوة. وكنشكر الأخ جمال. مرحبا بخويا. تحياتي لخويا جمال. الله يحفظك الله يحفظك ويجزيك. الله يحفظك. ماك غادي يطيح؟ لا ما يطيحش. هادي ما خصها تقال. لا ماشي مشكل ماشي مشكل. او خويا كريم مبروك عليك والف مبروك. كيف كتلاحظوا الخوت هذا هو اللفت المتواضع ديال الاخ كريم. وهذا جمعيه تابع القراق. اجاه جمعيه تابع القراق والاتحاد السلاوي. تحيه للاتحاد السلاوي وتحيه لجمعيه اليمامه. ها انتم الخوت هذا هو هذا هي اللفت المتواضع. هذا هو اللفت المتواضع. هذا بلاص الذكور ياك هما اللي كانوا لاعبين. هادو هما اللي كانوا لاعبين. تبارك الله. شحال دخلتي دابا من الحمامه؟ سعود تبارك الله اللهم بارك. هادو هما الحميمات دابا اللي جاو من طنطان الاخوان. هما هادو جوج راس 600 هادو. هادو اللهم بارك. كيف قلنا هذا هو اللفت المتواضع ديال الاخوان بوشعره. ومبروك عليهم والف الف مبروك. هذا ديال الاناث لوفت زويون ومهوي مهوي. هذا هو اللوفت المتواضع ديال الاخوان بوشارة. بديتو اخويا كتفرخو شويه ياك؟ هذاك شقي المقله مازال. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. والخوت كيف قلنا هذا هو الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله قمنا بزياره عند ابطال اخوان بوشارة وكنباركوا لهم الفوز ديال البارح لانهم دخلوا جوج حمامات في نهارهم ديال المطلق ديال طنطان اللي كيعطينا 750 كيلومتر. مبروك عليهم والف مبروك. هذا هو الاجواء هنا في مدينه سالا. ها الشاطو الخوت اللي كيعرف الشاطو هنا حي مبيعات. حام واحد غادي يسولني فين جا الاخ بوشعره. ها الشاطو حي مبيعات. انا جيت لتحت وهذا هو السطيح ديالو ديال هذا هو اللوفت. كتكوته فاطمه الزهراء شي كلمه؟ عمي كريم بوشعرة وتحية لعمي ناصر وعمي جهاد وعمي عبد الرحيم وتحية لجميع الممالين. تحية لعمي يونس وعمي رضوان والباشير. يلا الخوت السلام عليكم ورحمه الله. كيف قلنا هذا هو الفيديو ديال اليوم. ومبروك والف مبروك الاخوان بوشعره. وكيف كنقولوا دائما وابدا اللي كيكبر بينا. اجي يا بنيتي باش تقطعي. اللي كيكبر بينا تنكبروا به. والسلام عليكم ورحمه الله. وهذا هو البطل البطل ديالنا بوشعره. مبروك عليه والف مبروك. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم الله يحفظكم جميعا. عودة مجددة. حنا رجعنا لكم الخوت بعد ما مشينا زرنا ابطال اخوان بوشعره واستضفنا معنا اخوان الغياط. وتحية لخويا اسمه محمد الغياط. اسمح لي نسيتك اخويا اسمه محمد. تحية لخويا اسمه محمد الغياط. وتحية الابطال السلاويين جميعا. دابا راه جينا اللوفت ديالنا ان شاء الله. تغدينا جينا باش غادي نخرجوا الشنيبرات. اليوم السبت. اليوم السبت كذا 20/6/2021. اليوم السبت غدا الحد. الشنيبرات هما هادو الخوت كيف كتلاحظوا. اللهم بارك. راه حنا غادي غادي شويه بشويه حويطه وحويطه. وحده راه طلقناها وحده راه خرجت الزاد. دابا شنو غنديروا؟ نخرجهم شويه علينا. غنخرجهم بلاتي من دير واحد اللعيبه. ولد البلجيكي راه كنهضر مع الناس المتتبعين ديالي. ها الاخوان
كنهضر مع المتتبعين ديالي والناس الاخرى الله يهديها. ومرحبا بها حتى هي حتى دوك الناس الاخرين مرحبا بهم ماشي مشكل. بالنسبه للولد البلجيكي حيت كنقول لكم الخوت حنا راه غير مولعين ما عندناش شي مصالح يعني قاصدين شي مصالح حيت كاين الله يسهل على كل واحد راه ما كندقوا على حد. حيت كاين اللي داير الحمام كيبيع ويشري خصو يدخل الفلوس 70000 الحمامه راه 80000 الحمامه ويبدا يجمع الفلوس يبريسي ويدير الدنيا ويدير هذا. حنا غير مولعين راه كيف كنقول لكم دائما والله العظيم راه الله كنحلف به راه غدا ولا بعدو غنموت. شحال دابا راه عندي 48 سنه ولا 47 سنه شنو بقى ليا؟ غنعيش اكثر من هذا الشيء هذا؟ ما غاديش نعيش اكثر من هذا الشيء اللي عشتو. علاش اللي غادي نكذب وغادي نبدا نافق وغادي 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 وغادي؟ حنا دايرين الوعاء باش نتولعوا. شنو هي نتولعوا؟ كنجلس كيف قلت لكم بحال داك السيد اللي كيطلع السبسي وكيحط الشقوفه ديالو قال لك وكيبدا يتمنظر في الحمام بحال هكاك بحال اللي داير شي جريده وكتمنظر فيها بحال اللي شاد القصبه وكتمشي للبحر وتبقى سامر هكا. ماشي الغرض ديالك راه تمشي تجيب انت داك الشيء اللي كتخسرو في البحر اكثر من الثمن ديال الحوت. داك الشيء اللي غتمشي تصيد وتمشي تجيب واحد من السوق وهانت هاني وليني الا كتبغي ديك الولاعة النشاط عيش الحياة ولا تنسى ذكر الله. ما نزيدش نطول عليكم. بالنسبة للود البلجيكي راه هو الخوت راه درنا ليه داك الشبيك ودخلنا ليه نتوى اللي ديكلارا معاها اصلا في المطلق لانه هو ديك النتوى هو مديكلاري السابع ونتوى مديكلاري 13. ها انتوما الخوت هو هذا دخلت عليكم بالله شنو بان لكم؟ اقول لي اشنو بان لكم حبيبة الحبيبة الحبيبة انتوما انا كنهضر معاكم وجات لعندي واش هادي ماشي ولاعة؟ ها اقولوا لي انا الحبيبه وما مسوقاش ليا زعما الدنيا هانيه ما خايفاش. واحد القديم اللي كتكي حمنين هي كتجي عندي بحال هكايا حمام اخرى كتشوفها كتجي الغيره كتبغي تجي عندي. شوفوا العوينه ديالها الخو شوفوا العوينه ديالها هادي هي الحبيبه الخوت هادي هي الحبيبه هي يا ربي يجي لعيوني باش نفرحها باش نجوجها يجي لعيوني باش ندير نضرب لهم الصداق هي والعيوني. حتى هما راه ضاربين الصداق غير هو مسكين هرب عليها خلاها عم الله فين فين مكوكطو تشد ولا ما تشد. شوف البوسات شوف شوف يلا الخوت نخرجوا الوليدات هما هادو واش مزوم يبان ليا اه كنت مزوم ما رديتش البال انا الخوت الحديد حديدي والرجل بيدي ها انا الحبيبه كيدايره الزين ديالي الحبيب ديالي والزين ديالي والعمر ديالي الزين ديالي والحبيب ديالي والعمر ديالي انا هم شي شي واحد ديكور شي 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 هما وحشوا هذوك الناس كيتفرجوا راهم شي شي شنو داك شي شنو داك شي 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 ورقه شي 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 واش دار لكم اسمحوا لينا سمحوا لينا الفاهمي فهم راه الفرا 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 كانت تهبط عندي الفاهمي فهم ها انتم شوف واحد ديكم راني هبيل ها هبيل الخوت راني هبيل هبيل وما تديوش عليا هام صافي دابا نخرجوا الوليدات كيف قلنا راه حطينا لهم شويه ديال الماكله وسير ما تعيق سير الناس كيشوفوا فينا سير إلا تنكونو غير أنا وياك. دابا راه كيف قلنا خرجنا الحميمات ما كنجريو عليهم ما والو هادوك اللي قادين يطيرو راه كيطيرو الطوبية طارت فوق الشجنة الطوبية طارت فوق الشجنة ونولعوكم الخوت. بالنسبة لدوك الشنيبرات البداعة راه تا هما يا طلقناهم هنايا أخويا عبد الرحيم الشنيبرات ديالك راه ما دخلتهم عند الدكورة حفظت على بزقة ها دابا اللي قادرين يطيروا راه طاروا هادو راه راك عارفين هادو راه باقيين صغار وتحية لخوتنا وحبابنا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن هزبت تحية خويا رضوان وتحية خويا رضوان الناس اللي ما عندهمش الظلام بزاف فهمتيني والابن ديالو خالد تبارك الله على خالد والعائلة الكريمة اللهم يسر ولا تعسر. شنيبرا طارو ها انتوما الخوت
شني بغات بانوا اليوم طارو بحال باغيين يطيروا، طارو بحال باغيين يطيروا. هذوك البداع راه خرجناهم راهم هي بجوج، غنوريكم واحد اخو هاد البداعة، هادو هاد البداعة هادو غنوريكم خوهم. ها الطوبية هبطات، كيف قلت لكم قضية الترسية الشنابر وكل الرعي ديالو الخو. دابا الحمامة كطير فوق فوق الشجنة، منين كتخاف ولا شي لعبة كتهود لتحت. ها انتوما دابا ردوا البال لهاد الشنبر، راه طلع للفوق، غادي تخلعوا شي حاجة غيهود لتحت. هو طلع خو تبعو، خو تبعو. ها اللي قلنا هو بغى يهود. الشنبورة الطوبية طارت الخوت وجات. لا 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 راية الطوبية من لي، يعني شي شنبور طار شنبورة، لا راه الطوبية راية. هذا شي شنبور طار الخوت وجا هبط، شي طوبي طار ضرب دورة وهبط. هادو دابا خصهم كاملين يطلعوا مع هاد البداعة هادو اللي باقيين تقال، هادو دابا كاملين خصهم يطيروا. انتي و تاهما كيدوروا على الدار. والله ما يسير الجميع. تحية الأخ ناصر، تحية لخويا مصطفى الأصل، الله يجيب الشفاء خويا مصطفى. طهور بإذن الله، طبي محروقة وجع، طهور طهور بإذن الله. أغبرتي علينا، قلنا نسولو فيك أخي مصطفى، والله يجيب لك الشفاء، الله يجيب لك الشفاء إن شاء الله. خويا عبد الجبار كذلك بخير عليك، تحية لك خويا عبد الجبار. والله ما يسير، والله ما بارك. ومبروك الاخوان كاع اللي استطاعوا على ما سمعت، والله اعلم دخلوا 17 الحمامه اللي دخلت البارح. اتحاد السلاوي دخلت 17 الحمامه اللي دخلت في نهارها، اللي سمعت والله اعلم. انا كنقولوا اللي سمعت والله اعلم، حيت في اي هضره كنقولها الاخوان تنقول والله اعلم باش ما نزيدش نطول عليكم، يعني في اي حاجه كنقول والله اعلم. وكيف قلنا مبروك والف مبروك كاع الاخوان اللي استطاعوا يديكلاريو في اتحاد السلاوي في هذا المطلق ديال طنطان. هو المطلق ما نقولوش صعيب وما نقولوش سهل، لان الريح عندك من اكادير على ما كنظن حتى لهنا، جي الريح معاون دافع الحمام، الريح دافع الحمام يعني مزيانه لصالح الحمام. عندك من طنطان يمكن الاكادير اللي قالوا القضيه صعيبه من طنطان الاكادير، اما بعدا في الرباط وصل كان الريح معاون 100%، الريح معاون 100%. ومبروك على الاخوان كاع اللي استطاعوا يديكلاري، واللي كيبغي هذا الطير هذا راه كنبغيه. سالات الحفله، حنا كيف كنقولوا حنا غير مولعين وما عندنا عداوه مع حد، والله على ما اقول شهيد. الطوبيه باغا الطير، ما عندنا عداوه مع حد، وحنا غير قصارين ومولعين وصافي. ديما هادي تنقولها بين قوسين، غير قصارين ومولعين. يلا الخوت غنوريكم داك الوليد، سير سير انت سير من باغي تدخل، غنوريكم الخوت داك الوليد خو هاد البدعه، هاد البدعي هذا وهذا. غنوريكم واحد خوه باغي يدخل للشجنه هنا. سير 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 غنشجن امك. غنوريكم خوهم ان شاء الله، الله يسخر فيه ودعيو معنا بالتيسير. ها هو خاصني نخرج والديه كيمشيو للبحر. ها هو الله، ها هو كيغوت، ها هو شو خارج وردي، خارج بحال هذوك الوراده اللي كان ديكلاري بهم، راه بحال داك الشكل سحميو فيه الوردي. اللهم بارك، خصني نخرج والديه، الوالدين خاصهم يخرجوا يمشيو للبحر، هي ساعة الربح. اجي انتيا هي بناتي، هادو هما اللي مديكلاري بنتهم الخوت، الله العظيم بنتهم هي اللي بنت هاد الجوجة، حيت هذا اصلا ام هذا الام ديالو، هذا راه 2012، هذا الذكر عندي 2012 هذا، والام ديالو راه طنطانيه مع جمعية الرباطيه في 2009 الام ديالو. ها هي كاينه هنا الام ديالو، كاينه كاينه موت هذا، هاد الطوبي هذا المخنفر كاينه الام ديالو. شني بغى طارو كاملين، ها شني بغى طارو كيف لاحظتوا هي الجوجة هي تمشي للبحر. شني بغات هما طارو، الفيديو تقطع بوحدو ما عرفتش مالو، واش قص التليفون ولا شي حاجه.
طيرنا هذوك يمشيو يضربوا دوره في البحر يجيبوا ياكلوا ديك الرمله وداك الكوكياج الطبيعي كياكلوه ان شاء الله. ودابا شني بغيت راه غادي نخليهم خارجين ان شاء الله. يلا الخوت ما نطولش عليكم نتسناو هادو يهبطوا. خليكم معنا خليكم. بالنسبه للام ديالو هي هاد الدفليه الخوت هي هادي هاد الدفليه هادي هاد العرجه ها هي 11 نبور 11 نبور ليطار شو هي هادي ما كنشوفش انا مزيان هادي يمكن هي هادي الدفليه راه هي اللي حدا البدعي راه هي بقات حدا البدعين راه هي غادا تدخل هي غادا تدخل هي جايه هادي هي الام ديال داك الطوبي هادي راه 2008 هاد النتوه ما بقاتش كتبيض صافي حبسات على البيض. يلا الخوت ما نخليكمش وكيف كنقولوا تحيه لخوتنا وحبابنا جميعا في ارض الوطن. شوف شوف فين ولفوا لي شوف ولفوا لي يلا نطير تحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي نسيتو يسمح لينا. تحيه لخويا جهاد وخويا سمير كيف كنقولوا خويا الاس مصطفى الله يجيب الشفاء. تحيه لخويا سمير تحيه خويا عبد الجبار تحيه خويا البشير 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 خويا رضوان خويا حمزه خويا هشام. يلا الخوت السلام عليكم ورحمه الله.